بس انا عايز اطلب منكم طلب. قول انت تحديدا. انت تحديدا. تحديدا واحده سيلين ديون تاني. عدل بقى، هي ما عملتهاش كويس كمان. تخيل كمان. اه والله. لا اللي دي بقى بالظبط. وعايز اقول لكم انا ممكن اغني ماي هارت ويل جون العاديه. لا لا انا عايز اللي انت قلتيه بالظبط. ليه؟ لسببين. السبب الاول انها عجبتني جدا جدا. السبب الثاني هسيبكم تفكروا فيه لحد ما هي تغني وتخلص، واللي هيعرفه من الكنترول هديله 1000 جنيه. طب احنا مش في المسابقه دي، احنا مش تمام. وهو ده الطعم اللي جابه عشان بس نعرف. اللي هيعرف من الكنترول انا ليه هخليها تغني تاني نفس الكلام والجمله اللحنيه بتاعت سيلين ديون دي هديله 1000 جنيه مني، بس يقول لي قبل ما اخلص عشان انا هقول بعد ما هي تخلص على طول قبل التتر. اوكي يلا يلا بقى. سيلين ديون بقى بعثت من جديد. يلا. حلو قوي. ايه الحلو؟ ليه بقى؟ ليه بقى؟ ليه بقى؟ ايه؟ طب انا شايف ان انتوا تقفلوا البتاع عشان كل واحد فيكم هيدفع 1000 جنيه على الافكار العظيمه اللي انا سمعتها دي. لا طبقه الصوت ايه؟ احنا بنعمل رقاق. بص يا بيه. بص يا بيه. انا خليت زينه تعيد الجمله دي علشان ان شاء الله هتفق دلوقتي مع زملائي في القناه وهناخد الجمله دي هنعملها سلوجان مغنى لقناه الحياه. ابدا بيها الحياه. اوكي صح. عيب عليك بقى يا برنس الليالي. الراجل ده عنده افكار خطيره. حد خد باله؟ رقاء الصوت ومش عارف وبتاع ودخلتوني في الشيف شربيني واحنا قاعدين. لا والله حلوه جدا عجبتني كده. خدها دي كده هننزل عليها السلوجان المتحرك بتاع الحياه وتبقى صوتك عندنا بصمه في الوقت على طول. عجبتني قوي. ثانك يو.